السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا صباح الفل عليكم. صلوا على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، واذكروا الله يا حبايبي لا اله الا الله سيدنا نبينا محمد رسول الله. حبيت اغير معاكم بقى حبايبي، قلنا نصور الفطار. طبعا انتوا عارفين الفطار بتاعنا بتاع المصريين كلهم، الفول والفلافل والبيض المقلي والخس والليمون المملح. طبعا الليمون ده ان احنا كنا مملحينه مع بعض، مش قادره اقول لكم على طعمه حبايبي، طعمه جميل جدا هو والفلفل. يا رب ربنا يجعلني ضيفه خفيفه ليكم وعليكم، وربنا يصلح حالي وحالكم ويشفيني ويشفي مرضى المسلمين اجمعين يا رب العالمين. ما تنسوش تحطوا لي اللايك حبايبي، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. الناس اللي دخلت القناه جديد على راسي من فوق، نورتوني شرفتوني، اي كومنت بتعملوه على دماغي من فوق بيفرحني حبايبي والله. يا ريت تعملوا مشاركه للفيديو عشان القناه تكبر بيا وبيكم، ويا رب اكون ضيفه خفيفه عليكم واكون عند حسن ظنكم وقادره ان انا اوصل لكم المعلومه وقادرين تستوعبوا مني اي حاجه بعملها. ربنا يصلح حالي وحالكم ان شاء الله، ونقول كل واحد مننا اللي هو عايزه ويسر لي ويسر لكم الامور باذن الله. يا رب اكون قادره اوصل لكم اي معلومه حبايبي انتوا عايزين تعرفوها مني. ما تنسوش حبايبي صلوا على رسول الله وتحطوا اللايك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.